متى؟ الاسم؟ ها؟ ايش قال لي؟ اسمك؟ اسمي يكبر ولد سالم باركه ولد احمد ولد زغمان. ورد قضيته؟ قضيتي شاكي اخبار من المملكه، الواقع على تركتي، عندي امراه قد شديتها من اولاد الشيخ، بدايه قالوا لي عنها حره، منين تتخلط انا وهي؟ قالوا عندك موخال وملكه وملك الخلاف. فهمتوا؟ وتباركت معاه في الاوينة الماضية، واللي قد يخلي منه خلي، وزات منه واحدة ما نعمل ذيك الواحدة انا دورها الحوت. واش مجال هذا؟ المرأة المتزوج معها اسمها؟ المليسة بنت وياهي ولد الناجم، وامها حليمة بنت يرعاه، بايعها ابوها، امها بايعها ابوها يرعاه، ينقال ولد عمر راعي مجدو راعي ذاك الحسين. خيمة شارينا اسمهم؟ ها؟ الوياهي. الوياهي حق بقى. هي حالا خادم الوياهي، هي حالا مالكتها مرا راعي في ديرك، قال خديجتهم انت وياهي مالكتها؟ مالك خديجتهم انت وياهي مالك ذوك الترك اللي شفتها اللي هما الترك تاك انت وانت اللي عندك من ابناء من هما؟ ها؟ ابنائك من اولادك من هما سمهم دير في ايدك ذول حرين ما نسميه والله سمي ولا سمي ذول اولادك انت منها ذول ملكة حالا ذول ملكة حالا شوف مملوك بيقى ايوه مملوك شيخاني ايوه مملوك سعيد سعيد ياك ايوه مملوك شويخاني شويخاني ياك إيه؟ مملوك كونكو كونكو حق هذه هاي الست الحمد لله نذكر الناس مملوك نويزيها مملوك تركتها ورايح تحت لي الطبقه نويزيها نزاها حق منتك انت منتي انا قبل وحالا مني حالا راضي قاعد من تهبوا لي مقلوعه مني قالها مني قالت مني مره قاعده تقول لها تركتها قال انها منك بملك انهم مالكينها قسمت ابوينا مناتها كل واحده من مناتها ملكتها واحده من امور ملكتها ابوينا يعني انا نازلت عن مناتها الملكات راهم معها والله من هم وارد في مني راهم عند بنت ابوي المراه الملكه اللي ياك في مني راهي قاعده معها معاك مني في باي بيت كلمه ابوي هي كلمه دون عوج راه عليك ابن عمي دون عوج عوج هاي في الزويره هاول زر تويرقه من ساحل زر تويرقه حق عند ودرك وانت وصلتك ارك البلاصه اللي فيها اسمها؟ هذه ارض العشاريات هاي او القريبات القريبات عشاريات العشاريات والقريبات ايوا زين وانت اكش طالب؟ ها؟ وانت اكش طالب؟ تركتي طالب منتي ينقالها نزاهه ندورها تمر ضد المملكه حبا كريها بارادتها ورده بها ايوا تكايز انت نحن هذا ورق جيناك ياك تقول ان هاي الشكايه طالبينها منك والله انك طالبها منكم طالبها انا منكم بدايه انا هو اللي طلبتها منكم قناعة منك انت قناعة مني انا وما رقد معاكم فيها وضرنا نحن نعاونك فيها وانتم تعاونوني في القضية واللي وصلنا للسلطة اللي تقول نفس الكلام حاح مدوبل لا بغى اللي تقول لي من اقدر تركته لا نسكت دورها هد ما يكل يمر قدام المملكة هاي اليوم 19 يناير يوم الخميس 2023 وهذا الراجل قال انه مملوكين ذريته تركته مؤبدي ويدور حد يحررهم وطالبهم. حح جزاك الله خيرا. هذا رجع ايوه فرميهم عليه. ايوه جزاك الله خيرا. ايوه.